بين الجهات. بين الجهات اليوم نذكركم ساعة عديدة للضيوف، من بعد شوية في إكسبريسو باش نمشي والجربة بتبيع ونلقاو مراسلنا عنا أكثر تفاصيل على اللي صار البارح. أيضا عديدة الضيوف المواضيع يكونوا معنا كما قلت لكم في برنامجكم. في نمشي وحنا الآن في بين الجهات. بين الجهات نقاو فاروق بن صلاح خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كيو على وردة القيروان. توتويت بين الجهات. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. سي فاروق بن صالح، كنت تحكي لنا على ورد القيروان. عنا دقيقتين ثلاثه فقط، حبينا نمشي معاكم. صباح القيروان. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بك. عاشك. هو في الحقيقه الورد بتاع القيروان هو واحد من المنتجات المميزه بالحقيقه اللي موجوده في جهه القيروان. هو الورد من صنف يسموه الورد الدمشقي، يعني بالعربي يسمونه، احنا بالدارجة نسموه الورد العربي، اللي هو معد اكثر للتقطير وتتفرد به ولايه القيروان على بقيه الولايات الاخرى. يعني كميه المنتجه كبيره هي موجوده هنا في القيروان، تتميز بالوفره نتاع الانتاج نتاعها القيروان وبالجوده العاليه نتاع الورد هذا. الورد بتاع القيروان هو مطلوب من مختلف المصنعين، الناس اللي يعملوا في التقطير لانتاج لزيوت الورد نتاع القيروان اللي هو مطلوب برشا من ماركات صناعة العطور في العالم. الترويج نتاعو يكون موجود لهنا في تونس، وتصدر زاد الزيوت نتاع الناس اللي تحول في الورد نتاع القيروان، تصدر في الزيت نتاعو للعالم لتصنيع الزيوت. الورد منتشر خاصة في زوز مناطق في القيروان، هي منطقة ذراع تمار، منطقة الخزازية. المناخ نتاع القيروان ونوعية التربة نتاعها هو اللي يعطاه الجودة العالية للورد بتاع القيروان. موجود في أماكن أخرى، لكن الكمية والجودة الموجودة في القيروان هي الحقيقة تجعل منه عنصر مميز. عندنا تقريب في حدود 300 هكتار معناتها من الورد موجود في القيروان، هذوما اللي منتشرين عند صغار الفلاحين، ثم اللي يعمل فيه مباني الزيتون، ثم اللي يعمل فيها يعني دي بارسيل، يعني قطاع في الزراعيه وحدها مستقل يخدم فيه. الميزه نتاعو كيف ثم بخلاف كونه ثم مستثمر خاص عنده حوالي 700 و800 هكتار يعني يعملهم وحده. الميزه نتاعو هو كونه قلنا زيادة على الجودة نتاعه والمردودية، هو زادة ما يتطلبش برشا مدخلات إنتاج كما بقية الزراعات الفلاحية أخرى، مش متطلب برشا من حيث التسميد والمواد الكيماوية وغيرها، ما يقعش استعماله وما يتطلبش برشا هو من أصله، إذا كلفة الإنتاج نتاعه ماهيش مرتفعة برشا، هو يوفر مواطن شغل برشا على مستوى الحق على مستوى الضيعة. وكما حكينا امكانيات التوسع نتاعو مازالت موجوده برشا، واليوم معناتها قيروان معروفه، يعني اصبحت فيه هو الورد هذايا باعتباره معناتها منتج مميز. شكرا لك، يعطيكم الصحة. ان توكا حبينا فريمون نسلطوا الضوء، كان هذا مبرمج معناتها من قبل، حبينا خليوه فقرة بين الجهات باش نمشيو نحكيو زاد بعد شوية على موضوع جربة. شكرا لك.